هذه العملية تندرج في سياق تحضير لإطلاق موقع إلكتروني باللغة الإسبانية، لا سيما وأننا بصدد تطوير شراكات مهمة مع بلدان أمريكا، قارة أمريكا اللاتينية، وستكون هذه فرصة أيضا إلى استفادة من الخبرة والتجربة الكبيرة لجامعة الجزائر 2 لتطوير قسم اللغة بث الأخبار باللغة الإنجليزية. وهذه الاتفاقية سيكون لها أهمية كبيرة من حيث تبادل الخبرات والتأطير والمساعدة التقنية في مجال انتقاء الكوادر التي ستكلف بإدارة هذه الأقسام التحريرية باللغات الأجنبية. حنا عندنا طموح كبير أننا نزيد في المستقبل المدى المتوسط أننا نطلق مواقع باللغات الأجنبية اللي عندها أهمية في مجال الانتشار. إحنا نسعى ونصبو إلى الانتشار ويعني إيصال رسالة الجزائر إلى أبعد موقع ممكن في العالم. من خلال هذا الاتفاق أعتقد أننا سنطور أو أنكم يعني كوكالة ستساعدون كثيرا تدعيم رفع كفاءات خريجي جامعتنا، لأن هذا الخبرة وهذا الخزان وهذا تقريبا يعني الإمكانيات التي توفرها أنتم للجامعة لا يمكن إلا أن تكون تحقق دفعا قويا لمستوى إطارات التي نسهر على توفيرها خدمة لمجتمعنا، خدمة للصالح العام.